حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم سادتي. ثبتنا الله على ولايتكم والبراء من أعدائكم لنفوز فوزا عظيما. يا غريب، يا مظلوم كربلاء، على القاسم العري أم المكارم أشاعت بيوم العرس نشر المآتم. على القاسم العري أم المكارم أشاعت بيوم العرس نشر المآتم. له الله من يوم على الخلق أيم، ولا سيما السادات من آل هاشم. سراجاتها دون الشموس لوامع ببيض وسمر للقناة والصوارم. وفيه زرافات الزفاف كتائب تحيلل بالقتل الذريع المداوم. ف
فكم زف قرما لا يطاق لقبره، وكم رد جيشا لا يرد لهازم به القاسم المغوار، أبدى شجاعة من الحيدر الكرار يوم الملاحم، فتنعيده يوم الوغى فهو للعدا بفضل القرى والجيد أعدل قاسم، يلي طحت يم الشريه عشلون نايم، ما تنهض وتحضر زفاف الولد جاسم معرس، قوم يا عباس زفه، خلي العشيرة والأهل يمشون خلفه، وإن كان ما تنهاض تزف من يزفه، تدرون ما ظل في الخيام غير الفواطم. رحمك الله ابن سليم، هذا يا ابو فاضل ولدكم زافينا، ما تنهض وتمشي يا خويا عن يمي، خوتك عن شماله وخلفه يشيعونه، يا حي مشيتكم وراه ذيك العمايم، وقاسمه قوم انهضوا تنهايض يا عباس العشيرة، وزفوا ولدكم لا تخلونا بكسي، ما تدري المظلوم في عرس بحيرة، يا حي مشيتكم وراه ذيك العمايم. أنا لو كان الله يساعد قلب الحسين، الله يساعدك يا أبا عبد الله، أنا لو كان ويا يا أخوتي ما صرت حيران، لكن يا ربات الخدور من آل عدنان وياي قوموا زفوا الجاسم يا نسوة، لو باللطم يا مخدرة والدمع ساكم. أعيد إليك، أنا لو كان وياي أخوتي ما صرت حيران، لكن يا ربات الخدور من آل عدنان وياي قوموا زفوا
الجاسم يا نسوان لو باللطم يا مخدر والدمع ساكم أين المنادون وقاسما المرجع لله لا حول ولا قوة ولا عصمة ولا منعة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والصلاة على محمد وآله كلمة طيبة وعمل صالح اللهم صل على محمد اللهم اجعلنا نقول خالصا لوجهك الكريم اللهم اجعلنا في درك الحسنات تجعل في منتهى تقدم الكلام في مجلس متقدم حول الآية المباركة وقد طرحنا أسئلة ثلاثة وأجبنا عليها السؤال الأول في بيان معنى الحب وأقسام الحب قلنا أن الحب هو عبارة عن علقة وجودية بين مستكمل ومكمل وقلنا للحب ثلاثة أقسام حب طبيعي وحب عقلي وحب وهمي وأشرنا في السؤال الثاني في بيان معنى حب الإنسان للإنسان ومعنى حب الله تبارك وتعالى للإنسان قلنا أن حب الإنسان للإنسان هو عبارة عن أمر انفعالي ولكن الله سبحانه وتعالى منزه عن الانفعال الله لا ينفعل وإنما يفعل هو مؤثر وليس متأثر وحب الله عز وجل لذاته لأن ذاته تحمل الكمال المطلق والله عز وجل يحب الكمال ويحب كل شيء يتصل بالكمال أو يتصف بالكمال وأشرنا في السؤال الثالث ما هو الفرق بين المحبة والمودة؟ قلنا الفرق بينهما فرق بين الأثر والمؤثر والله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان الأثر الخارجي تجاه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذا إجمالا حيثما أشرنا إليه في مجلس البارحة أيضا نتم الآن الكلام وهنا عندنا أيضا أسئلة ثلاثة نطرحها ونجيب عليها طبعا الموضوع إلى تتمة لأنه مقسم إلى ثلاثة مجالس الآن نطرح ثلاثة أسئلة وإن كان في العمر بقية أتممنا الكلام في المجلس الآتي إن شاء الله السؤال الأول
هل نحن بحاجة إلى الحب أو لا؟ دعونا نطرح السؤال بصيغة أخرى، وهو لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان عاطفياً ولم يخلقه عقلانياً محض؟ شنو معنى هالكلام؟ شوي التفت لهنا. الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان أودع فيه العقل والعاطفة، ولما خلق بعض المخلوقات أودع فيها عقلاً محض دون عاطفة. مثل من؟ مثل الملائكة. الله سبحانه وتعالى لما خلق الملائكة أودع فيهم العقل عقلاً محضاً لا عاطفة، بينما خلق الإنسان الله سبحانه وتعالى أودع فيه كليهما عقل وعاطفة. لماذا الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة وجعل فيها العقل دون العاطفة، ولماذا خلق الإنسان وأودع فيه كليهما؟ شوي التفت لي جيدا. هذا لأمرين مهمين. الأمر الأول اختلاف الهدف. يعني ماذا اختلاف الهدف؟ اختلاف الهدف من خلق الملائكة واختلاف الهدف من خلق الإنسان تحتم أن يكون هذا الاختلاف ماذا؟ أن يكون أيضا اختلاف في الخلقة، اختلاف في البنية، اختلاف في الوجود. الله عز وجل لماذا خلق الملائكة ولماذا خلق الإنسان؟ الله خلق الملائكة وخلق الملاك وشأنه شأن التدبير، وهذا أمر بسيط جدا. الملك إن صح لي التعبير حال حال ساعي البريد، إنه يوصل الرسالة زين. الله عز وجل خلقه للتدبير زين. أمره أمر بسيط، وهذا الأمر البسيط لا يتطلب إلا أن يكون عند ماذا؟ عقلا دون عاطفة. فلذلك خلقه الله سبحانه وتعالى وجعل فيه العقل دون العاطفة. لكن لما خلق الله الإنسان وأودع فيه كليهما، لماذا؟ لأن الهدف من خلق الإنسان ما هو؟ الهدف من خلق الإنسان غير الهدف من خلق الملك. ذاك الملك شأن التدبير، أما شأن الإنسان في هذه الحياة، خلق الإنسان حتى يبدع في الحياة، حتى يبني في الحياة، حتى يصنع في الحياة. فلذلك لما اختلفت الأهداف اختلفت الخلقة، اختلف التركيب، اختلفت الصنعة، جعل فيه هذا عقل محض وهذا فيه عقل وعاطفة. للإنسان هدف من وجوده في هذه الحياة حتى يصنع الحياة، حتى يبدع في الحياة، حتى يبني في الحياة. ولأضرب لك مثالا حتى تتضح الصورة جليا، العلاقة مع الزوجين، العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة، هل هي آلة ميكانيكية إن صح لي التعبير؟ لو العلاقة الزوجية هي علاقة بناء، علاقة تنفيذ، علاقة صنع أسرة، بناء أجيال، بناء أسرة، ولا يمكن للإنسان أن يبني أسرة وأن يصنع الحياة ويبدع في الحياة إلا بوجود ماذا؟ هذين العنصرين، العقل والعاطفة. إذن اختلاف الهدف ترتب عليه اختلاف الصنعة، اختلاف التركيب. لذلك خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان حتى يبني في الحياة والبناء، بناء الأسرة، بناء الأجيال، تحتاج وتفتقر إلى ماذا؟ تفتقر إلى عنصرين مهمين، العقل والعاطفة.
الأمر الآخر، الإنسان يحب ذاته. شوفوا يا إخوان، الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان في هذه الدنيا أودع فيه جملة من الغرائز، أودع فيه جملة من الشهوات. بالأمس قلنا من جملة الغرائز التي أودعها الله عز وجل هي غريزة حب الكمال. هنا نقول أن الله عز وجل من جملة الغرائز التي أودعها الإنسان وأعطاها الإنسان وأفاضها على الإنسان هي حب الذات. الإنسان يحب ذاته، ولو لم يعطى الإنسان حب الذات لما استطاع أنه ماذا يجلب إلى نفسه الخير والمنفعة ويدفع عن نفسه المفاسد والشر. شلون الإنسان يجلب لنفسه المنفعة إذا أحب شنو؟ إذا أحب ذاته. شلون يجلب عن نفسه شلون الإنسان يرجع إلى هذه المفاسد، يطردها، لا يريدها، لا يقر بها؟ لأنه يحب ذاته. وإذا أحب الإنسان ذاته أحب الآخرين. أكو تلازم بينهما. شلون تلازم بينهما؟ كما يقول علماء المنطق، تلازم بين حب الذات وحب الإنسان للآخرين. كما يقولون إذا أحب الإنسان ذاته أحب الآخرين. ليش يحب الآخرين الإنسان؟ يحب الآخرين لأن الآخرين يوفرون للإنسان الاستقرار، يوفرون للإنسان الطمأنينة، يوفرون للإنسان الراحة والاستقرار من خلال زوجة، من خلال أولاد، من خلال صاحب صديق إلى آخره. إذا نحن بحاجة إلى الحب أيها الأحبة. لماذا؟ لأن الحب في حد ذاته يعطينا الراحة والاستقرار والطمأنينة. انجي إلى السؤال الثاني في بيان ما هو الفرق بين الشخصية السوية والشخصية المتوترة. إخواني، علماء النفس يقسمون النفس البشرية إلى قسمين. أكو عندنا شخصية سوية وأكو شخصية متوترة. شنو الفرق بينهما؟ الشخصية السوية هي الشخصية التي تحمل توافق مع جميع الناس، حتى وإن اختلف معهم في فكرة، حتى وإن اختلف معهم في رأي، حتى لو اختلف معهم في توجه، إلا أنه يبقى إنسان يحترم الإنسان الآخر. هذا الخلاف لا يولده اختلاف بينهما. إذن الشخصية السوية هي اللي دائما تحمل توافق مع جميع الناس، لكن الشخصية المتوترة هي التي دائما تحمل تأزم وتشنج تجاه الآخرين. ما شايف حقك يعني بالوجدان، انت ما شايف أناس ما يعجب العجب أبدا، دائما متحجج، دائما متشنج، دائما متأزم. التشنج والتأزم هذه من صفات النفسية المتوترة. إذن علماء النفس يقسمون النفس البشرية إلى قسمين: نفس سوية أو شخصية سوية وشخصية متوترة. ما هي درجات الشخصية السوية؟ التفت لي جيدا. هنا نطرح ثلاث درجات. الدرجة الأولى وهي صفاء النفس وصفاء القلب. الشخصية السوية المحترمة لا تحمل حقدا على الآخرين. الشخصية السوية المحترمة لا تحمل حقدا وكراهية وبغضاء على الآخرين أبدا، وإن اختلفت معه
بس ما يحمل في قلبه حقد ولا ضغينة ولا بغضاء، لكن تعال شوف الشخصية المتوترة، وهذه كل واحد يقيس نفسه بعد، لكن تعال شوف الشخصية المتوترة، لا مولانا دائما يحمل في قلبه الحقد والضغينة والكراهية والبغضاء. إذن أول درجة من درجات الشخصية السوية هو صفاء القلب، صفاء النفس، صفاء السريرة. الدرجة الثانية وهي درجة العفو عن الآخرين. إخواني إحنا نعيش في مجتمع ونعيش على وجه البسيطة، وبطبيعة الحال أنت لما تعيش في أجواء اجتماعية لابد أن تحصل إلى من هو يسيء إليك، يقدم إليك إساءة، يسيء إليك في المجتمع. إذا أساء إليك الإنسان لا ترد الإساءة بالإساءة، وإنما قل له غفر الله لك وجزاك الله خير الجزاء. هذا اللي يعلمنا ويهذب يهذبنا عليه القرآن والروايات وآداب وأخلاق أهل البيت. تعال شوف مع ألد أعدائهم، مو إحنا شيعة، مو إحنا نقتدي بمحمد وأهل بيته عليهم السلام، يعني شنو شيعي؟ يعني تابعي يتابعه حذو النعل بالنعل في كل شيء. لذلك شوف أنت حتى لو أساء إليك شخص زيد من الناس لا ترد الإساءة بالإساءة. الشخصية السوية هي التي لا ترد الإساءة بالإساءة، بينما الشخصية المتوترة يقول لا أنا آخذ حقي في هالدنيا، دائما يرد الإساءة بالإساءة. إذن ثاني درجات الشخصية السوية هي العفو عن الآخرين. بعد الدرجة الثالثة وهو ماذا؟ الدرجة الثانية وهي درجة الإحسان. شوفوا هالدرجات الثلاث اللي الآن إحنا ذكرناها، ذكرها القرآن الكريم وحث عليها القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله والله يحب المحسنين. شوف هاي الدرجات الثلاث ذكرتها الآية المباركة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الشخصية السوية هي التي تحسن إلى الناس وتعطي الناس وتبذل إلى الناس دون أن تطلب مقابل، لكن شوف الشخصية المتوترة إذا أعطى الناس وقدم إلى الناس دائما يمن عليهم، دائما يقول أنا فعلت كذا، أنا صنعت كذا، أنا في اليوم الكذائي فعلت لك الأمر الفلاني. الشخصية السوية المحترمة المؤمنة المتدينة يحسن إلى الناس، يعطي الآخرين ولا يطلب مقابل، المقابل من عند الله تبارك وتعالى. هذا هو الفرق بين الشخصية السوية والشخصية المتوترة. انجي إلى السؤال الثالث والأخير في بيان هل أن المجتمع بحاجة إلى الحب أو لا. لا شك ولا ريب أيها الأحبة، نحن نعيش في بعض المجتمعات، تلاحظ بعض المجتمعات دائما فيه حزازيات، دائما تراه مجتمع مريض ذاك البعيد، دائما مجتمع متفكك، كل واحد يحمل حقد في قلبه على الآخرين، كل واحد يحمل ضغينة في قلبه على الآخرين. إذا صار المجتمع على هالعنوان هذا وعلى هذا المنوال لا يمكن أن يعيش هذا المجتمع سالما أبدا. تريد تعيش سالم وعندك أمن اجتماعي،
من خلال ماذا؟ من خلال الحب، من خلال تبادل الحب. الحب لوحده كاف لأن يعيش هذا المجتمع في أمن وأمان، لكن إذا فقد المجتمع الحب عاش المجتمع متفكك، فيه كراهية، بغضاء، ضغينة، كل واحد يحمل في قلبه على الآخر. لكن من خلال الحب، من خلال العشق، يعيش ذلك المجتمع في سلم، في أمن وأمان. ولذلك شوف، لاحظ كيف نجسد الحب تجسيدا عمليا. شلون واحد يجي يقول شلون نجسد هذا الحب في المجتمع حتى المجتمع يعيش دائما في أمن وأمان؟ كيف نجسد الحب؟ هناك تعبيران من خلالهما يعبر الإنسان ويعبر المجتمع فيه عن الحب. التعبير الأول وهو التعبير الحركي. ماذا يعني التعبير الحركي؟ لذلك شوف الروايات والأخبار دائما تشير إلى هذا المعنى. المؤمن هش بش، دائما يكون الإنسان يستقبل الآخرين بابتسامة. لذلك خل أضرب لك مثال الآن. لو يجيك الآن شخص ما تعرف هذا الشخص، بعيد عنك، أول لقاء، أول ما تراه، شو يصير في قلبك تجاهه؟ تخاف، صير في قلبك نغزة شوية، تخاف، ما تدري هذا شنو هو. لكن بمجرد أن يلقاك هذا الإنسان ويعبر لك عن ابتسامة، تعيش ماذا؟ تعيش في سلام واطمئنان وراحة بال. إذن من خلال الابتسامة، تعويد الإنسان نفسه على الابتسامة، هذا مو تعويد للفم فقط، وإنما هو تعويد القلب، تعويد السريرة، تعويد النفس على ماذا؟ على هذا العمل الخير. الابتسامة تعبير حركي من خلال الإنسان، والمجتمع يعيش في اطمئنان وفي أمن وسلام. التعبير الثاني وهو التعبير اللفظي. شوف الإنسان إذا أحب إنساناً والمجتمع المتحابب، دائما ترى كثير من الناس يتبادلون العبارات والكلمات والألفاظ التي تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى الحب، تؤدي إلى العشق، تؤدي إلى الهيام. تولد هذه الكلمة في حد ذاتها، الكلمة يا إخوان مثل التعبير الحركي، هي أيضا الكلمة لها تأثيرها الإيجابي، حتى يدخل هذا في القلب الطمأنينة والاستقرار، وتذهب عن المجتمع الضغين والبغضاء والكراهية. وهذا الذي تجسد في كربلاء. شوف هذا شلون يعبر عن حبه وعشقه إلى الحسين عليه السلام، صاحب هالليلة. هذا الشباب اللي المؤرخون يقولون لم يبلغ الحلم بعد، لم يخط لحيته بعد، في ريعان شبابه. لكن تعال شوف شلون عبر عن حبه وعشقه إلى الحسين. يقول للحسين: بني قاسم، كيف تجد الموت؟ هذا تعبير لفظي جاء به القاسم، دليل على ماذا؟ دليل على حبه وعشقه إلى الحسين عليه السلام. لذلك شوف الحسين قال: بني، كيف تجد الموت؟ قال: فيك يا عم أحلى من العسل. ولو أكو شيء أحلى من العسل لقاله القاسم، أحلى من الشهد. قال: بني، جزاك الله خير الجزاء. هذه عاد متى قالها القاسم ومتى صار الحوار ويا الحسين؟ هذا صار الحوار ليلة عاشوراء، ما سامع الحسين جمع أصحابه وبني هاشم كلهم في خيمة واحدة. تدري ليش؟ تدري
زينب إجت إلى الحسين ترتعش مثل السعف في مهب الريح، تقول له أخي حسين هل استخبرت نيات قومك؟ أخاف أن يخذلوك عند الوثبة. قال أخي زينب يستأنسون بالموت استئناس الطفل إلى محالب أمه. نعم. وإجى الحسين وقف أمامهم، قال أصحابي أما الليل فقد غشيكم فاتخذوه جملا، إلى آخر كلام الحسين. لما علم الحسين نيات قومه وهو عالم يعرف لكن يريد يبين، لما صار الكلام معهم قال الحسين أما بعد فإني لم أجد أصحابا أوفى ولا أبر من أصحابي. وقف الحسين على رأس مسلم ابن عوسجة وحبيب ابن مظاهر الأسدي وزهير ابن القين إلى آخره. وقف الحسين قال له أنت تقتل بها الكيفية، أنت تقتل بها الكيفية. وقف الحسين عند أول واحد من بني هاشم وهو من شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، قال ولدي علي أما أنت تقتل بهذه الكيفية وتقطع بالسيوف إربا إربا. زين. وصل الحسين عند العباس حدود بظهر بأبي ونفسي. وقف عند العباس قال له أما أنت يا أخي كبش كتيبتي وحامل لوائي وبفقدك ينكسر ظهري ويؤول أمري للشتات تنبعث عمارتي للخراب، أنت تقتل بهذه الكيفية بهذه الحالة؟ وقف الحسين عند القاسم وسكت. قال للقاسم عم يا حسين علي الأكبر يقتل والعباس يقتل وفلان يقتل فلان يقتل وأنا بعد ما إلي شهادة وياكم يا عم. هنا الحسين التفت إليه قال له بني قاسم أنت العلامة من أخي، أنت إذا أشوفك كأني شايف أخوي الحسن. قال يا أبا عبد الله مو علي الأكبر يقتل فلان يقتل وأنا؟ هنا قال الحسين بني قاسم كيف تجد الموت؟ قال فيك يا عم أحلى من العسل. لكن عزيز على الحسين أن يفرط بهذا الولد، عزيز عليه ابن الزهراء أن يفرط بهذا الولد، ولذلك قال له بني قاسم أنت تقتل بهذه الكيفية، أحتملك إلى المخيم وأنا محدود بالظهر. كأنما يشير الحسين إلى معنى بفقده للقاسم كأنما فقد الإمام الحسن المجتبى. لذلك شوف الحسين يوم عاشوراء يوم العاشر من المحرم وقف بإزاء باب الخيمة، نظر الأعداء إليه يا حسين أجبنت عن القتال أين أنصارك؟ وقف المولى الحسين بين المخيم وبين الأعداء مناديا ألا هل من ناصر ألا هل من ذاب يذب عنا؟ وقف قدام أبو السجاد جاسم يطلب الرخصة. اقرأ وياي رحمك الله يا أبا يوسف. وقف قدام أبو السجاد جاسم يطلب الرخصة يقل الدهار جرعني الكدر غصة بأثر غصة كلها مصرع الأولاد كل من ودعوا لا عاد
يا ابن ابقى مع السجاد بلش تخفف احزانه، رد الخيمه محزون قلبه ودمعته يهلها، ذكر من والده عوده بزنده وبالعجل فلا لقى بيها الامر حتمي، وجل عمه وتناولها وتحسر والدمع سفاح، وصفق ويله راح براح ولزم بيد ابن خي وراح، يمرم ليل حزنان يقلها ان كان للجاسم وياي وياي، يقلها ان كان للجاسم جديد ثياب جيبيه، قالت غير موجودة وجل زينب يحاكيها، خيمة عريس للجاسم يا ثكلى بعجل عزليها، وقوم الجاسم انزفه يا محزونة قبل حتفه، يا وسفة ما قضى شفه ابن خي وحان ميحانة، تقل له ما قلت يا حسين والشبان موجودة وعميد الجيش يا ابن امي رمية مقاطع زنودة، وين انصارك الظفرين واشبال الهواشم وين، بس ظلت حرم يا حسين تنعى وما حد ويانا، يقلها الحرام يا زينب تكفي لزفة الجاسم، يقلها الحرام يا زينب تكفي لزفة الجاسم، تزف باللطم واللوح خي وتقضي اللازم، بس لا ينزعج عباس خل على النار نايم، لكن أراد الحسين أن يودع هذا الشباب، التفت إليه مودعا في أمان الله يا ولدي، وخرج القاسم إلى المعركة، يقول حميد بن مسلم خرج علينا شاب وجهه كفلقة قمر طالع وفي يديه سيف وفي رجليه نعلان، ما هي إلا لحظات يا شيعة أمير المؤمنين، وإذا بالقاسم صريعا على بوغاء كربلاء مثخن بالجراحات، يفحص برجله الأرض وأخذ ينادي عم يا حسين عليك من السلام، انقض عليه الحسين كالصقر المنقض على فريسته ونادى ولدي قاسم قتلوك وما عرفوا عن جدك وعن أبوك، ولدي لا زال الحسين عند مصرع القاسم منجلت الغبرة، يقول حميد بن مسلم رأينا الحسين محدود بالظهر وقد احتمل القاسم إلى المخيم، جاب ومدده ما بين أخوته وبيت عيدهم يا ويلي وهو
بموته وبس ما سمع عن النسوان صوته اجت راملة تصيح الله أكبر. جاء به الحسين مدده في المخيم وامتد بطول الولد وأخذ يجهش بالبكاء والنحيب. دخلت زينب الخيمة صاحت يا أخي يا أبا عبد الله إن رملة تريد أن تدخل على ولدها تودعه. قام الحسين خرج من الخيمة ودخلت أم الشباب وحق الشباب على الشباب ها ودخلت رملة وإذا بها ترى ابنها على التراب والدماء سائلة من كل جانب وإذا بها تنادي أنا من شفت عمك لبسا تفصيل لجفا قلت الولد ما يعود من حومة المه قوم يا رملة وادعي شمعة الشب وشقي على العريس جيبك يا حزينة. وإذا به بعد رفي رمق من الحياة التفت إلى أمه مناديا أوصيت يوم موصية سمعي لفظ جوابي شبان لو شفتيهم ذكري يوم شبابي محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي عطشان أنا يا والدي وقت الشرب ذكريني ولا ما يا لنا ردتك ما رد الدنيا ولا ما يا لتحضرني لو وقع حملي ولا ما يال يا جاسم خابت ظنوني ولا مال ولا مال وقت الضيج يا ابني قطعت بي وقت الضيج يا ابني قطعت بي